13/3/2013 الجيش السوري الحر يجهز مدفع لضرب القوات الأسدية على الاتصالات الدولي دمشق درعا. الجيش الأسدي يجهز مدفع لضرب القوات الأسدية والبعثيج الإيراني القادم من دمشق في محاولة لفك الحصار عن معبر نصيب، حيث يحاولون اقتحام الاتصالات من نقطة خربة غزالة، والثوار في خربة غزالة يتجهزون لضرب القوات الأسدية. الشباب بس كلهم من هون يعني.